تحسبها جامدة
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين
بلد الفن يا عم. والله في بلد الفن اللي قاعدين دول سميع. انا بكره قدامهم وانا كده سميع. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فله خير منها
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل في دماغه انه نازل بلد القرآن ونازل لأهل القرآن. لما جيت عشان أأدي الواجب انا مش جاي اتجمل
ولا جاي أزايد بواجب أقدمه لأهلنا وأحبابنا. أولا أنا بقدم عزاء الدكتور عبد الفتاح، لكن القارئ فينا أو أي قارئ من إخواتي اللي قاعدين لما يحس إنه هو قاعد في هذا المكان وفوق من راسه الأعلام دول، لازم يراجع نفسه مليون مرة، ولازم يعرف. أنا قرأت مع سيدنا الشيخ زكريا عليه رحمة الله، وقرأت مع سيدنا الشيخ شبيب، وقرأت مع سيدي الشيخ سعيد. كان لي الشرف إن أنا قرأت مع سيدنا الشيخ محمد شبيب أكتر واحد، واللي يقعد جنب سيدنا الشيخ شبيب ما يقرأش، هو يقعد يتعلم. وهذا الكلام دايما بقوله في كل مكان، أنا لا أكذب ولا أتجمل، الأعلام اللي فوق راسي دول ملأوا الدنيا قرآن، واللي احنا بنقوله دلوقتي ما يجيش ذرة فيهم. لكن كل واحد بيأدي حسب النعمة اللي ربنا ادهاله. ربنا ادى كل واحد صوت على جده وهو في الجنة برضه، يعني في جنة القرآن، كلنا في جنة القرآن، بس الجنة دي درجات، الجنة دي درجات. أنا مش هطول عليكم، لكن أنا عاوز المرة اللي نزلتها اللي هي دي، عاوز أقول لأحبابنا وأعمامنا وإخواتنا اللي قاعدين، أقسم بالله، أقسم بالله وأنا في هذا المكان الطاهر على دكة القراءة، إن لما بقى عدي بس من قدام كفر الوزير وضنضيط وبكون طالع رايح ميت غمر أو أجا، أقسم بالله إن بأنزل من العربية على الطريق وبأضرب سلام لضنضيط وكفر الوزير، بضرب سلام واركب العربية تاني بالعمة، لدرجة إن الناس اللي بوب واقفين على البزلجان بره بيبصوا وراهم كده، هو الشيخ ده بيضرب سلام لمين؟ لكن أنا بأنزل بقول الله يرحمك يا تاج راسي وأنا معدي. إذا عرفت قدرك هترتفع، إذا تكبرت فوق قدرك هتلاقي نفسك في صدع أرض. الأعلام دول ما ماتوش، لا ما ماتوش، هم عايشين، بس عايشين في الجنة اللي احنا نتمنى ان احنا نروح لهم هناك. بقوا اكتر مننا، بقوا اكتر مننا، مع احترامي لكل القراء اللي موجودين دلوقتي في الدنيا كلهم على راسي من فوق، واخواتي، بس ما حدش يزعل مني، انا بقول لاخواتي، لان طبعا اخويا احمد الجعبري بيسجل، فانا بقول لكل القراء اللي موجودين كبيرا وصغيرا، الاعلام رحلهم، احنا بنعيش هجمة دلوقتي على اهل القرآن ما كانتش موجودة ايام الشيخ شبيب ولا الشيخ راغب ولا الشيخ الليسي ولا الشيخ سيد متولي ولا الشيخ احمد عمرو، ما كانش حد يتجرأ انه يقدر يتكلم على قارئ فيهم زي ما بيتكلموا على القراء اليومين دول. وهم بيتكلموا على القراء ليه؟ لان القراء احبابنا وزملائنا واخواتنا الصغيرين لا يؤدون الرسالة حسب ما ربنا عاوزها، فالسميع اللي موجودين معانا كلهم انصرفوا عننا وجابوا العاطل في الباطل، قال لك يا جماعة ده كلها بقى التجارة، والناس اللي شغال النهاردة بيشتغل عشان عايز فلوس، لكن الناس دي كانت بتأدي الرسالة علشان هم حاسين بقيمة الرسالة فكانوا بيعلمونا، فاحنا لما قعدنا جنبهم اتعلمنا، لكن الجيل اللي جاي بعد مننا جيل ما تعلمش، جيل مش لاقي وظيفة، جيل مش لاقي شغلانة، البس يا ابن عمة واطلع اجرى هاتلك قرشين، وهو القرآن ونقابة القرآن النهاردة عمالة تقتل في القراء وتقول لهم اتجوا ربنا في القرآن اللي بتقرؤوه. وانا من هذا المكان والاعلام دول في راسي بقول لاخواتي وزملائي القراء، عاوزين نتجي ربنا شوية في القرآن اللي بنقرأه، مش شرط طول النفس واجري سطرين ثلاثة عشرة. كان سيدنا الشيخ حسان بيقول كلمة كلمة، سيدنا الشيخ شبيب كان بيقول الآية يهزك، أنا كنت معاه في ليلة وهو بيقول
استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك. بس هي كلمة فرجعناك هتوها هتوها واسمعوها. خلاني نزلت على رجله قدام الناس وبوستها فرجعناك. هي بس قالها بكم نغمة كلمة هز الفراشة كلها على راس اللي فيها. لكن غيرنا بيقرا سطرين وتلاتة وتلاقي مفيش نغم ولا في أحكام ولا في تقوى ولا خوف من ربنا. اتجوا ربنا يا أهل القرآن. وأنا في بلد القرآن أنا بقول لكم أنتم عشتم أحلى عصور ليكم إنكم شفتم أعلامنا وقعدتم معاهم. وانتوا النهاردة كلكم كبيرا وصغيرا لما تقعدوا قدامي أني وتسمعوني فده شرف ليا. عاوزين تسمعوا قرآن؟ عاوزين تشوفوا هل القرآن بخير ولا دولة التلاوة انتهت؟ لا ما انتهتش، بس انتهت عند اللي مش عارف قيمة القرآن. لكن اللي بيقرأ القرآن وبيخاف وعارف ان كان في أساتذة له وأعلام كبار لازم يتجه ربنا شوية. أنا النهاردة لما قرأت الآيتين دول قرأتهم عشان أخويا طلب الآيات دي مني، وكنت ببعد عن السماعة وفي ودني نغمات سيدنا الشيخ شبيب. لكن للأسف أنا ما بعرفش أجلد حد، أنا ما بعرفش أجلد حد. خد من سيدنا الشيخ شبيب واعمل بصوتك، ما تجلدوش، لأنك أصل أنت لو اتجلبت على الدكة يا محمد يا طروطي مش هتجيب منه حرف واحد. لكن انت لما تخش بس على المدرسة كده انت ودنكم هتحس ان النغمة دي بتاعت سيدنا، فده شرف ليا. فانا حبيت اقول الكلمة دي واسجلها عشان اخوي احمد الجعبري يكسب فيها ثواب وينزلها كده على المواقع ويقول محمد الطاروطي بيقول لأهل القرآن والمشايخ اللي بيقرأوا اليومين دول اتجوا ربنا في القرآن اللي بتقرأوه. جبتونا كلنا اللعنة وخليتوا الدنيا كلها شتمتنا كبيرا وصغيرا، ما هو بيجيبوا العاطل في الباطل ودام خلاص ما الأعلام راحوا. فأنا عاوز أسجلها وكلمة محدش يزعل مني وإخواتي اللي قاعدين الشيخ عزت والشيخ أحمد الشحات، أعلام أعلام إذاعيين، أنا مش بجامل، أعلام إذاعيين، الكلمة للي بعدهم للجيل اللي طالع بعدهم اتجوا ربنا، لأنكم خلاص ما عادش في معلمين لكم. إحنا عشنا عصر المعلمين وتعلمنا منهم، لكن للأسف اليومين دول لا تجد قلوبا أكثرها حقدا وغلا لبعض أكثر من أهل القرآن. سبحان الله، إزاي يجتمع القرآن في قلب واحد بيقرأ قرآن معاه حقد وغل؟ نطهر القلوب ونحب بعض ونتجي ربنا في القرآن اللي بنقرأه. آسف للإطالة، وأنا ما جئت إلا خادم لدمضيط وتراب دمضيط وأهل دمضيط كبيرا وصغيرا. كل عام وأنتم بخير.